هاي بعض التعليقات على هذا الخبر. بهذا المتداول مننهي أكثر ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا. لننتقل مشاهدينا الكرام لصفحة بيتكم عامر على الفيسبوك، ونزل فيديو فيه سؤال. هذا السؤال كان بيقول: شو الصفة اللي غيرتها بنفسك لا تكتسب الأفضل منها عشان أطفالك؟ نشوف هذا الفيديو بالميدان اللي أعدته زميلتنا الرائعة آية صغير، ونشوف شو كانت إجابتهم. نهاركم سعيد متابعين برنامج بيتكم عامر. اليوم احنا متواجدين في شوارع عمان لنكون قريبين منكم ونسمع آراءكم في مواضيع متنوعة وجديدة. سؤالنا اليوم يرتبط بالأهل: شو الصفة اللي غيرتها بنفسك لتكتسبها عشان أطفالك؟ تعالوا معنا لنشوف آراء الناس اللي قابلناهم خلال جولتنا، ونشوف شو هي الصفات اللي اشتغلوا على حالهم ليكسبوها عشان أطفالهم. الصفة اللي مهمة واحد علشان ينقلها واحد لأولاده هي الثقة بالنفس. واحد لما يكون واثق من نفسه بينطلق للحياة، بيعرف يتصرف في المواقف. أول إشي الصفة هي إنه الواحد يبعد عن الغضب ويكافح بهذه الحياة ويشتغل ويعطي يعني اللي ربنا بيرزقه فيه. الصفة اللي هي الصبر. الأطفال أو الأولاد يعني بحاجة إلى صبر، التربية يعني تحتاج إلى متابعة، مثابرة وتعب. يعني بدون متابعة للأطفال يعني صعب جدا إنك توصلهم للمرحلة اللي أنت بدك إياها. الصفة اللي حاولت إنه أخلي أولادي يكسبوها وإنه أنا أستفيد منها العفو عند المقدرة، إنه الواحد يقابل الإساءة بالحسنة، حب الناس، الإحسان، عمل الخير. كل هاي الصفات يعني بحاول انه يعني اولادي يقتبسوها مني كونه قدوه لهم. هو في صفات كثيره للاولاد، بس انا الصفه الوحيده اللي بحبها وبحب كل الناس انه يعني تكتسبها، يعني ان كبر ابنك خاوي. دائما الولد لازم يتخاوى، دائما لازم تكون انت رفيقه، صديقه، ما تخلي الاب يعني الولد انه يكون مرعوب منك او خايف منك او شيء. هاي صفه اخلاقيه من الاب، يعني هو لازم هو تنبع من داخله، يعني ما تحسس ابنك انه والله هذا اب وابنه. الاحترام موجود، ولكن هي الصفه بحبها لكل الناس انه كبر ابنك خاوي يكون صديقك. يعني ابنائنا بنحب يكونوا نسخ محسنة وأفضل منا، أكيد نسخة يعني مطورة بطريقة أحسن. لهيك نحن بنحاول نحسن من صفاتنا لحتى نكون قدوة حسنة لأبنائنا. كل واحد فينا بيدور على شيء حلو فيه عشان يعطيه لأبنائه، وبيخبي الإشي المو حلو حتى ما ابنه أو أبنائه ياخدوه. مشاهدينا الكرام، هيك بتمنى تكونوا قدوات حسنة ورائعة لأبنائكم حتى ينشأوا تربية سليمة ومعافى. ولهون بيكون انتهى مشوارنا في بيتكم عامر. بتمنى لكم قضاء يوم سعيد. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.